تمام يا فندم. مقدم أركان حرب حسين مجدي من قوات الصاعقة، اسمحوا لي أكلمكم النهاردة عن تجربة مقاتل أصيب أثناء القتال وكان قريب قوي من أنه ينال مكانة عظيمة، مكانة الشهيد. في يوم تم تكليفي بقيادة مجموعة من زمايلي الأبطال للهجوم على إحدى البؤر الإرهابية شديدة الخطورة والقضاء على جميع العناصر التكفيرية الموجودة في هذه البؤرة. وبعد تخطيط جيد جداً وعزيمة رجال أبطال إننا ما نسيبش شبر واحد على أرض سيناء غير لما نطهره من العناصر التكفيرية، وفضل ربنا ومستوى تدريب راقي قدرنا نفاجئ العناصر التكفيرية في أماكنهم ونقضي على عدد كبير منهم. في الوقت ده كان بيدور قتال شرس جداً باستخدام جميع أنواع الأسلحة، كل طلقة بتعدي فوق رؤوسنا أنا وزمايلي كانت بتقوينا وبتخلينا أكتر صلابة وإصرار على تحقيق النصر وتنفيذ المهمة بنجاح. وأثناء القتال وأنا بأمن أحد زمايلي واللي كان عليه تعامل شديد أصبت بطلقة في الصدر، وقعت على الأرض، حسيت بنزيف شديد، كانت طلقة من عيار كبير ولكني لم أستسلم. مسكت سلاحي ووقفت على رجلي، غيرت خزنتي واستمريت في القتال مع زمايلي. كان كل تفكيري في هذه اللحظة إني أقابل ربي مقبل غير مدبر وإن المهمة تتنفذ بنجاح. وبفضل ربنا واحترافية زمايلي اللي قدروا يقدموا لي الإسعافات الأولية ويوقفوا النزيف أثناء القتال، أنا موجود معاكم النهاردة. الإصابة دي يا فندم هي أغلى وسام للمقاتل ممكن الحصول عليه بعد الشهادة، وزي ما قررت عدم الاستسلام للإصابة في ميدان القتال، أنا قررت الاستمرار بالخدمة في قوات الصاعقة وطلبت العودة للخدمة في سيناء مرة تانية. وده مش غريب على أي مقاتل في قوات الصاعقة أو في الجيش المصري، لأن في عقيدة ثابتة جوانا بتحركنا وبتتحكم في أفعالنا، إن في أوقات الحروب والفتن بيكون في فئة خاصة من المحاربين على استعداد دايماً لتلبية نداء الوطن، رجالة من طراز فريد عندهم رغبة غير عادية في تحقيق النجاح والنصر، رجالة بتخدم وطنها بشرف داخل وخارج ميدان المعركة، رجالة بتضع رفاهية وأمن شعوبهم قبل أرواحهم. هناك رجال شجعان حاربوا واستشهدوا وهم يصنعون التاريخ والفخر والمجد، وتركوا لنا هذا الإرث العظيم، وبإذن الله لن نخذلهم أبداً. وأنا من هنا يا فندم بطمن سيادتك وطمن كل المصريين إننا هنفضل على العهد دايماً ومكملين. بطل بيسلم بطل. وأي أوامر يا فندم؟ يروح واحد من الملايين شهيد في